اهلا بيكم طلاب كلية صيدلة الفرقة الأولى. موضوعنا النهاردة عن الهيربال بلانت اللي ممكن نستخدمها في الجاسترو انتستينال تراك ديسوردر او جي اي تي ديسوردر. الجاسترو انتستينال ديزيز في المجتمعات اللي بتسعى للتقدم تعتبر السبب الرئيسي والسبب الأساسي لحضور المرضى إلى المستشفيات، سواء هم دخول المستشفيات بصورة كاملة أو في دخولهم لعيادات الطوارئ. بالنسبة لمصر عندنا 20 مليون office visit و10 مليون hospital admission لكل سنة. عندنا 20 زيارة للعيادات الطبية و10 مليون دخول المستشفيات في كل سنة بسبب الجاسترو انتستينال تراك ديزيز. ويعتبر أمراض الجي اي تي بتمثل 10% من التوتال العبء المرضي في المستشفيات. طبعا الكوست ده بسبب النسبة الكبيرة من الأمراض الجاسترو انتستينال تراك أو جري اي تي بيأثر على الإيكونوميك ستيت بتاعة الكانتريز من خلال الفيز، الفلوس اللي بتصرف على الأمراض، الهوسبيتال تشارج، دخول المستشفيات. طبعا العائد الشخصي للأشخاص بيتأثر، والفارماسيوتيكال كوست وعلاج الادويه. وطبعا عندنا indirect كوست اللي هو التايم لوس فروم مورك، الوقت اللي بيفقده الناس من العمل بتاعهم في خلال الفتره الزمنيه اللي بيكون فيها المرض. هنتكلم عن الجي اي تي ريليتد ديس اوردر. عندنا الحاجات الكومن اللي ممكن تكون عليه الانابيتيتنس، ضعف في الشهيه، بنعالجها بالابتايت ستيمولانت، وعندنا الاسيديتي العاليه بنعالجها بالانتي اسيد، والاندايجيشن اللي هو عسر الهضم بنستخدم دايجستنت، وكمان الفوميتنج والاميسيز الترجيع والاحساس بالقيء بيستخدموا الايميتيك والانتي ايميتيك. في حالات الامساك بنستخدم اللاكسيتيف والكاثارتيك اللي هي المسهلات زي الشربة مثلا اللي الناس بتاخدها قبل العمليات. في حالات الدايريا الاسهال بيتاخد انتي دايريال، وكمان عندنا اذر ديس اوردر بيتاخد ليها different drug هنتكلم عنها بعدين. لو اتكلمنا بصورة عامة ايه هي disorder اللي بتحصل في الجاسترو انتستينال تراك او في جي اي تي جهاز الهضمي. لو related للإسوفيجس المريء عندنا dysphagia. dysphagia هو عسر البلع، وجاسترو اسوفيجال ريفلوكس اللي هو الارتجاع المريئي. لو اتكلمنا بعد كده على الجزء الثاني من الجي اي تي اللي هو الاستومك، في التهابات المعده، وفي البيبتيك السر القرح المعديه، وفي الجاستريك كانسر اللي هو سرطان المعده. بعد كده بنبدا ندخل على الانتستينال سيستم الامعاء. في الديس اوردر اللي ممكن تكون موجوده فيها الانفلاماتوري باور ديس اوردر، التهاب الامعاء، والالسريتيف كولايتس بيبقى فيه موجود ألسر موجود في المنطقة دي، والكولون كانسر. النوع التاني من الديزيز اللي هو بيكون في البيلوري تراكت في العصارة الصفراوية زي الكولاجوج الصفرة والجولستون اللي هي حصوات المرارة. عندنا كمان الديزيز اوف ليفر والبيلوري تراك. الديزيز اوف ليفر ليها بعض النباتات اللي احنا بنشتغل عليها او بنستخدمها في حالات الليفر ديزيز زي الميلك سيسل والهيبركم والارشيكوك والدندريون. في امراض بتحصل في الريكتم في المنطقة الشرجية زي الهيمورويد، وليها نبات الهاملس اللي ممكن نستخدمها في علاج الهيمورويد. الدايجستيف سيستم بنستخدم هيربال بنسلين، ليها وايد رينج من الابليكيشن، وممكن نستخدمها كدراج اوف تشويس في بعض الحالات. لو بدأنا بالأول بالماوس اند ثرو ديزيز، يبقى الجي اي تي بيبدأ من أول الفم لحد الريكتم. ايه هي الأمراض اللي ممكن تكون في الماوس والثروت وازاي نقدر نعالجها بالهيربال بلانت؟ في الماوس وثرو ديزيز في عندنا الماوس ووشز، الغسول الفم، والجارليك والغرغرة، والليزونجز اللي هي المستحلبات. دي بنستخدمها كموست افكتيف وكومن يوز في حالات الماوس والفارينكس والبلوم الفم والبلوم. بنستخدم الهيرب في حالات الماوس والثروت ووشز، بنستخدمهم ليهم 4 كاتيجوري او 4 مسميات: الديمالسن الملطفات، توبيكال انتي فلوجيستيك الحاجات اللي هي ليها انتي انفلاماتوري، واسترنجنت والمواد القابضة، والتونيك. لو بدأنا بالديمالسن بالأدوية اللي بنقول عليها ديمالسن اللي هي فيها ميوسلج، بتستخدم النباتات اللي فيها ميوسلج زي ايه؟ زي المارشميلو، زي البلانتاجو ميجور. دي موست كومن بلانت
نيوز. عندنا كمان topical anti-inflammatory drug زي الساليفا أوفيشنال نستخدمها في حالات الانفلاميشن. في عندنا drug astringent زي الكاتيكو، وفي عندنا bitter drugs زي جنتانا لوتا أو جنتان اللي بنستخدمه في حالات الماوز ديزيز. الجارليكين او المضمضة بالبيتر كونتنت دي بتبقى بتزود الميكوزال ستيميوليشن، وبالتالي السليفري والميكوزال جلاند بيزود السكريشن بتاعهم. يعني لو في قرح في الفم، استخدام البيتر كونستيتوينت من النباتات اللي بتحتوي على مواد طعم ليها طعم مر بيعمل ايه ستيميوليشن للميكوزال سكريشن، وبالتالي الالسر او القرح الموجودة في الفم ممكن تتعالج. البيتر كمان المركبات اللي هي فيها بيتر كونستيتوينت او مركبات ليها مرارة في الطعم دي بتعمل استيميليشن للابيتايت، بتحسن الشهية، وبالتالي بتزود الجاستريك سكريشن، وممكن كمان تزود الاورال ميكوزا او تحسن الاورال ميكوزا. عندنا other disease ممكن تبقى من في الموز والثروت زي الزيروتوميا، والزيروتوميا هي عبارة عن الابنورمال دراي ماوس، الجفاف في الحلق اللي بيكون نتيجة للريديوس السكريشن او في اتروفي في السليفري جلاند او في عندي مشكلة او تقلص في حجم السليفري جلاند. من الادوية او الفورميلا اللي ممكن نستخدمها في الحالة دي نستخدم بيلوكاربين دروبس. البيلوكاربين هي عبارة عن ناتشورال كومباوند بنعملها في شكل نقط، وده بيحسن الدراينس بتاع الماوس. عندنا مثال تاني اللي هو الهيربس لابيليس في نبات البالم ليف والميليسيا اوينتمنت. ناخد البالم ليف بنطلع منه المادة الفعالة وبنعمله في شكل اوينتمنت، وده بيستخدم في حالات ان انا يكون عندي هيربس فيروس، والهيربس فيروس مع الميليسيا، الميليسيا بتدي استرينجنت افكت، وممكن استخدمه شكل تريتمنت وبيعالج كمان الجرينتال فيروس. يعني الفيروس ده الهيربس بيبقى موجود ممكن في الماوس، ممكن يكون موجود في الجينيتال اورجان في الاعضاء التناسليه. ممكن باستخدام النبات الميليسيا استخدمه عشان يشيل الالسر اللي موجوده في المنطقتين دول. نيجي للجزء الثاني بعد ما خلصنا الماوس، نيجي للجزء بتاع الاستومك والانتستينال ديزيز. الانتستينال ديزيز للاستومك عندنا انواع مختلفة من الديزيز اللي ممكن تحصل في المعدة زي الجاستريك وديدونال ارسر، القرحة بتاعت المعدة والقرحة بتاعت الاثنى عشر، جاستريك كونديشن اوف نيرفس اوريجين، الناس اللي عندها المعدة العصبية ممكن يكون عندها ألسر بسبب ده. ممكن كمان عندنا الامراض زي النوزيا والفوميتنج، الاحساس بالقيء والترجيع، وكمان عندنا ديزيز زي الاكيوت جاسترايتس اللي هو التهاب المعدي. في بعض الترايلز اللي اتعملت بتقول ان الجينجر ممكن نستخدمه، الجنزبيل نستخدمه في علاج النويزا والفوميتنج، والليكوريش لارسوس بستخدمه في حالات البيبتيك ألسر اللي هي القرحة المعدية. الكاموميل والبيبرمنت والسويت اور ليمون بالم دي كمان من المين ريميدي اللي ممكن نستخدمها في حالات الجاستريك ديزيز. النباتات عامة بتشتغل بكذا مود اوف اكشن. المود الاولاني اللي ممكن نلاقيه ان هي بتستميليت الجاستريك سكريشن، وكمان ليها انتي سبازموتيك افكت، وخصوصا لو فيها اسينشال اويل زيوت طيارة او فيها مواد الكالودية او بنقول عليها الالكالويد العناصر القلوية، بيكون ليها سبازموليتيك افكت، يعني بتضيع التقلصات اللي موجودة في المعدة. ممكن كمان الدراجز تشتغل عن طريق انها تعمل سوزينج اوف ميكوزا، ان هي ترطب جزء الميكوزا لما يكون فيها ألسر. وعندنا بعض المركبات الفلافونودية اللي هي بتحتوي على فينوليك جروبس، يعني فيها فينول، عارفين الفينول حلقة البنزين مع الاو اتشز، دي بيكون ليها انتي انفلاماتوري بروبرتي او تأثير مضاد للالتهابات. لو اتكلمنا على جاستريك انتيدونال ألسر عندنا كذا نوع من الميكوزال فاكتور. عندنا الاجريسيف ميكوزال فاكتور زي الاسيديتي العالية والبيبسين والبيلاري اسيد، دي كلها بتزود الريليز بتاعة الاسيد جاستريك اسيد وممكن تعمل لنا ألسر. من اسباب الألسر برضو ان هو يكون في الميوكس نفسه ما بيكونش بيتجدد، او البلاد فلو اللي واصل للمعدة ما بيكونش كافي. عندنا سبب كمان اللي هو فيسيولوجيكال فاكتور اللي هي بتبقى الاعراض النفسيه اللي بتؤدي احيانا لوجود القرح المعديه.
الأبحاث الحالية بتقول إن معظم الأمراض القرح المعدية بتكون نتيجة لإن احنا ليكوباكتر بيلوراي. البكتيريا ديت معظم الأبحاث الحالية بتقول إن كرونيك جاسترايتس التهاب المعدة بيكون بسبب وجود بكتيريا في المعدة اسمها هليكوباكتر بيلوراي. من ضمن الحاجات اللي برضو المفروض تعرفوها إن الساليسيليت والنونسترويدال أنتي إنفلاماتوري دراجز، الأدوية زي الحاجات المسكنات، من البريديسبوزينج فاكتور او العوامل المؤثره ان يحصل عندي اكيوت بليدنج والسر في الاستومك. لو عملنا كلاسيفيكيشن للافكتيف بلانت اكوردنج للميجور كيميكال كونستيتوانت، ايه هي المواد الفعاله اللي موجوده فيها بدرجه كبيره او بنسبه كبيره، هنقسمهم لخمس انواع من النباتات اللي ممكن نستخدمهم في حالات الجي اي تي. الكلاس الاول من النباتات بنسميه الاماره بلانت، النوع الثاني اروماتيكا بلانت، النوع الثالث اماره اروماتيكا، النوع الرابع بلانت ويز سبازموليتيك الكالويد، والنوع الخامس اللي هي بلانت ويز ميسيلينيوس كونستيتوينت. هنبدا بالاماره بلانت. الاماره بلانت هي بيكون فيها البريدومينانت اكتيف كونستيتوينت هي البيتر سبستانس اللي قلنا عليها اللي هي المواد القابضه. طيب نعرف بالتفصيل اكتر ايه هي البيتر سبستانس. هي عباره عن هيتروجينس جروب اوف كيميكال كومباوند ويز بيتر تيست از ا كومن فيتشرز. هي عباره عن مركبات هيتروجينس فيها كيميكال كومباوند يعني غير متشابهه او غير متجانسه من المولكيولز من فانكشن جروب، وليها طعم مر، وهي دي الصفه المميزه ليها. طيب البيترز دي بتعمل ايه؟ الميكانيزم بتاعها ازاي؟ بتشتغل ازاي؟ بتشتغل عن طريق انها تستيميوليت الجاستريك سكريشن، بتزود الجاستريك سكريشن او الافرازات المعديه، وبتزود كمان الجاسترو انتستينال موتيليتي. التأثير ده مش بيبقى بس موجود في الماوس، لان احنا عندنا في الجسم بتاعنا عندنا بيتر ريسبتور، يعني المواد دي ليها ريسبتور جوه الجسم، مش بس موجودة في الماوس ولكن موجودة كمان في الجاستريك. فبالتالي لما الانسان بياخد النباتات اللي فيها البيتر كونستيتوين بتعمل تدخل على الريسبتور بتاعتها وتعمل ستيميليشن للجاستريك سكريشن، وكمان بتزود الجاستريك امتنج. النوع الثاني من المركبات بنقول عليه اروماتيكا، ومن اسمها زي ما انتوا عارفين اروما معناها اودر باللاتين نيم. يبقى المركبات ديت او النباتات ديت عبارة عن زيوت ليها رائحة essential oil. طيب ايه هي essential oil؟ او ليها مع كلمة تانية معنى تاني volatile oil. هي عبارة عن mixture من liquid component بتتميز ان هي ليها high volatility يعني ليها قابلية للطيران، المركبات دي بتطير بسرعة، وفي constituent بتاعتها فيها حاجة اسمها monoterpene وsiscoterpene، دي natural constituent فيها بممكن يكون فيها function group alcohol او aldehyde او ketone او phenol او acid او ester او ether. طيب الاروماتيكا بلانت اللي فيها الاسينشيال اويل بتشتغل ازاي او الافكت بتاعها ايه؟ بتزود ليها السبازموليتيك اكتيفيتي، ليها سبازموليتيك اكتيفيتي يعني ريليف السباز في اي مكان بتضيع المغص. زي مثلا لما يكون انت عندك مغص في البيت وعند اي ريليف السبازم ده من غير ما تاخد اي ادوية، ممكن الحاجة الاشهر في البيوت المصرية اللي هي النعناع. النعناع او المنتة بيبقى فيه essential oil اللي هي الريحة اللي انت بتشمها نتيجة للمركبات الموجودة اللي هي الزيوت العطرية او زيوت الطيارة اللي موجودة فيها، وبالتالي بعد ما بتشرب كوباية النعناع السخنة بتلاقي ان حصل السبازم، المغص بيروح. ليه المغص راح؟ لان انت عندك volatile oil constituent موجودة في المنتة في النعناع هي اللي ليها spasmolytic effect. في حاجة كمان لازم تبقوا عارفينها ان volatile oil constituent بتمتص سريعا جدا من gastrointestinal mucosa، ولكن بيحصل لها metabolism عن طريق انها ممكن يحصل لها conjugation مع الشجر. يبقى انت لو بتاخد اي نبات او بتشرب اي نبات فيه volatile oil وبعد كده زودت
او اكلت حاجة مسكرة بنسبة كبيرة فيها شوجر، اعرف ان التأثير اللي انت خدته للفلاتايل اويل هيروح بسرعة جدا، لان المادة بتاعت الفلاتايل اويل هتتكسر وهيحصل لها ميتابوليزم سريع في وجود هاي شوجر كونتنت. النوع الثالث في المركبات اللي ممكن تأثر على الجي اي تي هي الكلاس الثالث، اسمه امارة اروماتيك. زي ما خدنا في السلايد اللي فاتت، امارة فيها بيتر كونستيتوينت، اروماتيكا فيها اسينشال اويل، يبقى هي البلانت اللي بتجمع بين البيتر سبستنس as well as وكذلك الاسينشال اويل. بتشتغل ازاي او ايه الميكانيزم بتاعها؟ بتشتغل كسبازموليتيك، بتضيع الاسباز، ستيميليت الجاستريك موتيليتي، بتزود حركة الامعاء، وكمان ليها انتي انفلاماتوري افكت. النوع الرابع عندنا من الدراج اللي بتأثر على الجي اي تي اللي هي البلانت ويز سبازموليتيك الكالويد. في عناصر اسمها الكالويد ناتشورال كومباوند بتبقى موجودة في النباتات، بتتميز بخواصها القلوية وبيبقى ليها تأثير بيولوجي عالي. ممكن يكون ليها من ضمن التأثيرات دي ان هي بتضيع الاسبازم. اخر كلاس عندنا من الكونستيتوانت البلانت الكونستيتوانت اللي ممكن تأثر عندنا هي other plant miscellaneous plant، انواع مختلفة من النباتات ممكن يكون فيها different active constituent غير البيتر وغير الفولاتايل اويل وغير الالكالويد. ممكن يكون عندنا flavonoid constituent، وهي المركبات اللي بتأدي ان النبات بتاعك يكون لونه اصفر او اورنج. اعرف دايما ان النباتات ديت غالبا بيبقى فيها high content من الفلافونويد. بيكون الفلافونويد دي ليها سبازموليتيك افكت وليها انتي انفلاماتوري افكت مضاد للالتهاب، وكذلك بيكون ليها انتي اوكسيدنت افكت اللي هي ليها تاثير على العناصر الشارده من الفري راديكال. بالاضافه ان احنا عندنا الماسترد اويل جلايكوزايد والجليسيريك اسيد، دي ايضا بتاثر على الجي اي تي ديزيز. هناخد امثله للنباتات في كل مجموعه. الاماره اللي فيها البيتر كونستيتوانت زي الهولي سيسل، البليز سيسل، والكالماس، والسويت فلاج. النباتات اللي بنقول عليها اروماتيكا اللي فيها الفولاتايل اويل زي المثال اللي شرحناه اللي هو البيبرمنت او الاسم اللاتيني منتا بيبريتا. الكلاس الثالث هو الاماره اروماتيكا، ودي اللي بتجمع بين البيتر كونستيتوانت والفولاتايل اويل، وبقول المثال بتاعها هو الكومانيار. البلانت بيكون فيها سبازموليتيك الكالويد زي البلادونا او لاتن نيم اتروبا بلادونا. بعض النباتات الاخرى اللي مفيش فيها نوع محدد من الكونستيتوانت اللي احنا قلنا عليها زي الول فلاور والبراسيكا اولاريسي او الكاباج جوس اللي هو عصير الكرومب اللي انتوا عارفينه.